بخطى متثاقلة تتوجه خالتي عائشة البالغة من العمر 74 سنة لهذا المركز لإجراء امتحان شهادة البكالوريا، وكلها أمل في النجاح. من اللي بدأت سنة وأنا غير معها وربي يجبل فيها الخير، بما داش حنا كنا أميين زعما هذه مشكلة نتاع ومع الكبر مع الزوج كان مريض مع مشاكل في الدار العائلية زعما كعرف هذه تولد هذه تزوج هذه كذا، المهم لك شو مفرغة وخدي كل حاجة عطيها زعما وقتها وقت الدراسة ما كانش زعخ نحفظ ندرس، المهم كنت غير معاه كتوبي هذه تاريخ هذه جغرافية هذه هذا فلسفة هذه لغة عربية هذا قرآن هذا، المهم ما حسيتش بالجائحة والله ما حسيت بها، بصح كي جيت داخلة شوية بان لي شوية الرعب. هذا العام 70 نفوت في البكالوريا من 2014 راني معاه حتى 2020 وما سخيتش نطلق. حلم الظفر بشهادة البكالوريا رافق خالتي عائشة منذ الصغر، وها هي اليوم تتحدى كل الصعاب من أجل طرق أبواب الجامعة. كل حالة أنا كنت أمية لحقت بهذه الدراسة نتاع الأمية في 2000 من 2000 هاني نقرا، وراجلي هو شجعني قال لي تروحي للمسجد دخل المراسلة بالأولى متوسط أي رد بليس في المتوسط عامين وفي ثاني عامين وفي ذاك وفي ذاك، بصح الترميم راني معاه ونتمنى إن شاء الله حجة وطول العمر وعندي بيرمي ما تنساش لديت البيرمي هذه عامين عندي وهو عندي تصور راه عندي في يدي ما كانش مشكل. أي نتمنى لك التوفيق وكل عام وأنتم بخير. خالتي عائشة مثال للتحدي، فبعد أن رسمت حلمها بدأ يتجسد. نتمنى لها كل النجاح والتوفيق في هذا الامتحان المصيري.